يسلط فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن الضوء على الطرق التي تسلكها السفن التابعة لفيلق القدس حتى تصل إلى الشواطئ اليمنية، إلا أننا لابد أن نقف على ماهية الطرق البرية داخل اليمن، إذ أنها في الغالب تقع تحت سلطة الميليشيات الإنقلابية فتنقل الحمولة المحظورة عبر تلك الطرق إلى مناطق سيطرة الحوثيين ومستودعاتهم الحربية في صعدة وصنعاء على سبيل المثال. سواحل شبوة مرتبطة بالخطوط البرية الصحراوية والطرق المودية إلى البيضاء والمودية إلى مأرب والمودية إلى سيون، كلها طرق متناسقة وهي أقرب منطقة لمواقع التهريب البرية. والله الطريق الرئيسي هي طريق المهرة، طريق المهرة رماه ثمود سيون العبر وهلم، يعني طريق بطن وادي حضرموت هذه يعني تم الضبط يعني الكثير من الشحنات المهربة ومنها الأسلحة، ومنها الأسلحة ضبطت أسلحة بها في الطريق الداخلي لحضرموت الوادي متجهة إلى الشمال، متجهة إلى الشمال، هي متجهة إلى صنعاء إلى صعدة إلى أي مكان هناك لا نعرف بالضبط، ولكنها يعني كان هذا الخط يعني من الخطوط الرئيسية للتهريب إلى الشمال. طبعا في الشمال من هم هناك القائمين؟ هم الحوثيين و يعني الانقلابيين بشكل عام يعني الموجودين هناك. التفاصيل الكاملة مشاهدينا تتابعونها في فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن يوم الأربعاء المقبل الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن مع الزميل زكريا نعساني.